راديو نيل. طيب والخبر اللي جاي هياخدنا لحلم يعني بلدنا بدأت تحلمه الفترة الأخيرة من كام سنة وعايزة يعني بأي شكل تحققه بمشيئة الله. القصة هتكون على صناعة البرمجيات، ودي هتخلينا بقى نلف شوية حوالين بقى من أمريكا نطلع لأوروبا للهند لمصر. بس الأول خلونا نقول عنوان الخبر اللي معانا وبعد كده ندخل في التفاصيل. الخبر إن في اجتماع حصل في رئاسة الجمهورية، حضروا رئيس الوزراء وطبعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان عن الشغل اللي بيحصل دلوقتي علشان نتوسع في بناء وتدريب كوادرنا على المهارات الرقمية. قبل الاجتماع ده يعني لسه الشهر اللي فات وزير الاتصالات زار ألمانيا، وهناك قابل المسؤولين في كذا شركة للبرمجيات في ألمانيا واتناقش معهم على انهم ييجوا عندنا هنا ويستثمروا ويفتحوا الفروع لشركاتهم هنا في مصر. قبلها نفس الوزير كان موجود برضو في الهند، ونفس القصة بالكربون حصل برضو مع شركات البرمجيات الخاصة في الهند. واحد هنا من ناسنا وأهلنا ممكن يقول لي إيه؟ يا فرحتي. أقول له نعم، فيقول لي يا فرحتي يا فرحتي، ده بدل ما يجيبوا بقى شركات ومصانع كبيرة تنتج عندنا هنا رايحين ليجيبوا شركات آي تي وبرمجة هنا. أقول له على فكرة لو أنت لو تعرف يعني اللي ممكن تقدمه صناعة البرمجيات أو تكنولوجيا المعلومات ليك ولبلدك أنت هتفرح، مش هتتريق أو تسخر أبدا يعني. وخلونا كده يعني ما نروحش بعيد، أكيد كل واحد من حضراتكم معاه موبايل. طيب مين ما فيش في موبايله إنترنت؟ أغلبنا الحمد لله رب العالمين في الموبايلات بتاعتنا إنترنت، لأنه بقى شيء رئيسي في الحياة دلوقتي. عندك جوه تليفونك هتلاقي أبليكيشن أو تطبيق فيسبوك، أكيد ممكن تلاقي تويتر أساسي، وانت مغمض هتلاقي جوجل علشان تبحث عن أي معلومة. عندك كمان الجي بي اس اللي هو تحديد المواقع بالقمر الصناعي، لو انت طلبت عربية بأي أبليكيشن على الموبايل بكابتن هيوصلك عن طريقه، هتلاقيك أساسي هيجيلك بنفس القصة دي، هتدفع الفلوس بنفس القصة دي، هتعرف وانت سايق الطريق زحمة ولا فاضي بنفس الشكل. دلوقتي تقدر تعمل معاملات بنكية برضو من على تطبيق البنك على الموبايل، تقدر تحول فلوس بقى بالموبايل، تقدر تعمل خدمات حكومية، رخص، بطاقات من على الموبايل، تحجز قطعة أرض صناعية تبني عليها مصنع بنفس الموبايل اللي في إيدك. أمور كتير وكتير في حياتنا بقت ماشية عن طريق الموبايل أو الابليكيشنز أو تطبيقات وبرامج الموبايل. طب ما هي كل ده معمول من تكنولوجيا المعلومات، معمول من البرمجيات، ده الطريق اللي الدول اللي سبقتنا مشيت عليه. علشان كده عالي اقتصادها، معدل دخل الفرد فيها زاد وارتفع، بقى بيقبض بالدولار، بقى بيدخل عملة صعبة ليه ولبلده. خلونا بس نمسك شركة واحدة من الشركات اللي ذكرتها لحضراتكم علشان تعرفوا يعني دي الموضوع ده بيكسب ولا مش بيكسب، ولتكن شركة فيسبوك اللي بقت ميتا دلوقتي. إيرادات فيسبوك سنة 2004 أول ما بدأت كانت 400,000 دولار، 400,000 دولار يعني أقل حتى من نص مليون دولار. 2005 بقت 9 مليون دولار، 2006 بقت 48 مليون دولار، في 2007 بقت 153 مليون دولار، 2008 بقت 280 مليون، شوف المنحنى صاعد إزاي طالع لفوق ما شاء الله يعني. 2009 بقت 775 مليون دولار، 2010 عدت بقى المليار وعدت كمان الاتنين مليار، بقت 2 مليار دولار. في 2011 بقت 3.7 مليار دولار، 2012 بقت 5 مليار دولار، بتتضاعف. 2013 بقت 7.8 مليار دولار، 2014 12 مليار دولار، 2015 17 مليار دولار، 2016 أو 2018 بقت 55 مليار دولار، 2019 بقت 70 مليار دولار، في 2020 بقت 85 مليار دولار. تيجي بقى لسنة 2021 بقت 117 مليار دولار. طبعا القفزة الكبيرة علشان كورونا والناس بقى كانت قاعدة في البيت وبتستخدم الانترنت أكتر وفيسبوك أكتر، في 2022 بقت 116 مليار دولار. سنة 2022 دي هي السنة الوحيدة اللي الشركة دي نزلت فيها العوائد بتاعتها، بس مش نزول كبير يعني، انت بتتكلم في مليار دولار واحد بس يعني الفرق يعني ما بين 116 و 117 مليار دولار. فبقت ايراداتهم 116 مليار دولار، يعني بالجنيه المصري اكتر من 3 تريليون جنيه ونص كمان التريليون جنيه.
في الربع الأول من السنة الحالية اللي احنا موجودين فيها في 2023، الربع الأول اللي هو يعني أول 3 شهور من السنة، حققت شركة ميتا اللي هي المالكة بتاعت فيسبوك، حققت إجمالي إيرادات وصل ل 28 مليار و 600 مليون دولار. انت بتتكلم في طفرة رهيبة وصلتها شركة ابتدت العوائد بتاعتها بأقل من نص مليون دولار، 400,000 بس. وصلت السنة اللي فاتت ل 116 مليار دولار، ليها أرقام رهيبة. يعني الشركة ما زادتش الضعف ولا الضعفين ولا 100 ضعف ولا 1000 ضعف، لا ده الإيرادات وصلت 290,000 ضعف، ما شاء الله. انتم متخيلين؟ وطبعا شركة بالحجم ده، حجم دوت يعني، بتدفع ضرائب معتبرة للدولة الأمريكية، فتلاقي أمريكا من ضرائب الشركة دي وضرائب شركات تانية بقى ضخمة زي مايكروسوفت، زي أبل، زي إنتل، زي تسلا وغيرها من الشركات الضخمة، مع بيدوها ضرائب كتير، أموال ضخمة بتصرف منها بقى على جودة التعليم، على جودة صحة ومستشفيات وغيره وغيره وغيره. لو بصيت مثلا لشركة جوجل، هتلاقي شركة جوجل في سنة 2021، من سنتين بالضبط، حققت إيرادات وصلت ل 257 مليار دولار. في 2022 السنة اللي فاتت على طول وصلت ل 282 مليار دولار، يعني 8 تريليون و700 مليار جنيه مصري، يعني أكتر من ميزانية دولة كاملة زي مصر. دي شركة، شركة واحدة بس عملت كده. أنت متخيل؟ أنت بتتكلم في عظمة في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات. لو أنت ما اهتمتش بيها هتخسر كتير وكتير من السوق، وعشان كده تلاقي بلدنا بدأت بشكل جاد تهتم بالقصة دي وعايزة تدخل فيها بأي شكل كان. فالفترة اللي فاتت قالت أنا لازم أدرب بقى شبابي على انهم بقى يدخلوا سوق العمل عشان اطلع بقى مبرمجين معتبرين يقدروا يشتغلوا ويكسبوا في الشهر الواحد $1,000. طيب تدربيهم ازاي يا بلد؟ قالت هدربهم يتكلفوا بقى اللي هم يتكلفوه. طب التكلفة هتطلع كام؟ لقيت ان هيتكلف الطالب الواحد $30,000 علشان يطلع مبرمج معتبر، يعني اكتر من 900,000 جنيه مصري مصاريف هتصرفها على الشاب الواحد علشان يبقى مبرمج ويعتمد عليه. فالبلد قالت ماشي يلا نختارهم، عملت امتحانات بشرط اللي يتقدم يكون متخصص بقى، يعني يكون دارس، يعني يكون خريج هندسة اتصالات أو حاسبات ومعلومات علشان يكون عنده الأساسيات بتاعة البرمجة. فتقدم من 200 ل 300,000 خريج للامتحانات دي. الرئيس صدمنا قبل كده وقال إن اللي نجحوا وعدوا الامتحان مش نص الرقم ده ولا ربعه ولا تمنه ولا عشره ولا 1 على 100 من الرقم ده ولا 1 على 1000 من الرقم ده ولا حتى 1 على 2000 من الرقم ده. يا نهار مش فايت، امال اللي نجح قد ايه؟ قالك ان اللي نجح من 300,000 اللي تقدمه كان 111 شخص فقط، 111 شاب، يعني النسبة بتاعتهم هتلاقيها 1 على 2700 من اللي تقدمه. مصيبة سودة بمعنى الكلمة. فتلاقينا ما يأسناش، تلاقي الرئيس يومها اقسم وقال لو اتوجد 100,000 دارس عندهم الإمكانيات دي لهنصرف عليهم المليارات المطلوبة علشان يتعلموا برمجة صح. طيب هل فضلت القصة مجرد أماني وأحلام يقظة؟ أقول لك لا، تعال نبحث. فتلاقي في يوم 4 سبتمبر 2022 وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حضر توقيع عقود ومذكرات تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وبين شركة اسمها برايت سكايز يزودوا أعداد المتدربين في الأنظمة المدمجة والأمن بقى السايبراني وغيرها من البرامج علشان تزود الكوادر اللي عندك اللي تقدر تعتمد عليها في القصة دي. زي ما قلت لحضراتكم يفيدوا نفسهم وكمان يفيدوا بلدهم. وتعالى لزيارة الوزير للهند. الهند طبعا ركزت قوي في تعليم عدد كبير من ولادها قصة البرمجة علشان كده بقوا مطلوبين بشكل كبير في أي مكان في العالم وبالأخص في أمريكا. فتلاقي عشرات الآلاف من المبرمجين الهنود سافروا واشتغلوا في وادي السيليكون في كاليفورنيا في أمريكا. وكنت قريب يعني عملت سيرش، لقيت إن في تقرير راجع لسنة 2015 بيقولك إن في 35,000 هندي رجعوا من أمريكا للهند بعد ما تشربوا الخبرة أكتر وأكتر في الشركات الأمريكية. طب رجعوا للهند ليه؟ قالك علشان يأسسوا شركات معلوماتية ينافسوا بيها الشركات الأمريكية اللي كانوا شغالين فيها. أنت متخيل؟ أنت متخيل كمان لما تكون واحدة من أكبر الشركات الأمريكية في البرمجة والخدمات اللي هي أوركل دي بيبقى المقر الرئيسي لعمليات الدعم الفني ليها موجود في الهند، شغال فيه آلاف الهنود. الموضوع فيه عظمة، عظمة كبيرة، ولازم بأي شكل من الأشكال تدخل في الحكاية دي
علشان ده سوق ما بيرحمش، لازم تخطف مكانك في التورتة العالمية الكبيرة دي. الشهية دي يعني شهيتها كبيرة، وإلا لو ما عملتش كده هتفضل في الخلف هناك خالص في الآخر، وترجع تسأل بقى هي الدول اللي بتتقدم دي بتتقدم ليه وأنا زي ما أنا، هو مستوى دخل الفرد في الدولة الفلانية عالي ليه وكمان وأنا لسه زي ما أنا، وكمان هو الدولار قليل في البلد ليه. ما هو علشان ثروتك الحقيقية اللي بتجيلك أو اللي بتجيب لك الدولار ده من برة ما كانش فيه اهتمام قبل كده بيها على مدار عشرات السنين لغاية ما انت اتأخرت. لكن زي ما بيقول قلت لحضراتكم في الجزء اللي فات، زي ما بيقول المثل الإنجليزي better late than never، أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي خالص. ربنا يصلح حالنا وحال بلدنا دايما، اللهم آمين.